فاكرين حضراتكم قضية التحرش والاغتصاب الشهيرة اللي كانت من فترة واللي تم فيها ذكر اسم الجامعة الأمريكية، وكان في طالب في هذه الجامعة اغتصب مجموعة من الفتيات. النهاردة المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه. من هاتكو عرض ثلاث فتيات ما كملوش 18 سنة، وكمان هددهم بإفشاء هذه الأمور وإن هو يعني هيتم بالمتاجرة بشرفهم، وتعمد كمان إن هو يضايقهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وتحرش باتنين منهم بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية. معايا على التليفون المحامي الكبير الدكتور محمد حمودة، محامي الفتيات. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا استاذنا الكبير، برحب بحضرتك. حضرتك محامي الفتيات، عايزين نعرف منك كواليس القضية، ودي اول مكالمة لحضرتك بعد هذه القضية. اعرف من حضرتك كواليس القضية من ساعة تفجيرها حتى الإحالة. لازم الأول قبل ما أتكلم عن الدور العظيم اللي بيقول بيه المجلس القومي للمرأة. القضايا دي كلها سواء دي أو قضية الفيرمونت، ده حتى عشان الأجهزة تبقى عارفة والدولة كلها تبقى عارفة. اللي ابتداها المجلس القومي للمرأة عندما تلقى إن على السوشيال ميديا في بنات كتيرة جدا بتتكلم في وقائع إرهاب عرض واغتصاب متكررة. ظهر قدامهم وقعة أحمد بسام زكي ووقعة الفيرمونت لاحقا، مش هنتكلم فيها دلوقتي عشان لسه في حقيقة النيابة. لكن ظهر قدامهم الكلام ده، فجابوا بيجيبوا البنات يسألوهم إيه اللي حصل. فالبنات بتحكي اللي حصل معاها بالضبط، وبعد كده عشان يتحققوا في حضور مستشار كبير، مستشار المجلس القومي للمرأة ورئيس استئناف عظيم والدكتورة مايا نفسها، يبتدوا. دي أول مرة المجلس القومي للمرأة بأمانة يمارس وظيفته الواردة، واللي احنا عشانها السيد رئيس الجمهورية أولى هذا المجلس اهتمام، وأنا بأمانة سعيد سعادة غير عادية إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مولي قضية المرأة المسكينة في مصر هذا الاهتمام، ومديلها هذه القدرة إنها تواجه لأول مرة ما يحدث معها. فبيجيبوا البنات يسألوهم، بيجيبوا شهود البنات يسألوهم، بيتعاملوا كده في القضية دي، وعملوا كده في قضية فيرمنت، وبعد كده جابوا البنات بتوع قضية البنات اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا ان احمد بسام زكي هتك عرضهم، وسألوهم ايه اللي حصل. دور المجلس القومي للمرأة هو كده، ده الدور الحقيقي اللي كان لازم يتفعل من ساعة لما انشئ من الثمانينات، ان انا المرأة المصرية غلبانة في ايه ومسكينة في ايه، هذه المرأة اللي دائما بتعاني إن هي إذا حد عمل معاها حاجة ما تقدرش تقول، لأن أهلها لو كانت في الصعيد هيموتوها. صحيح. لو كانت في مصر الفضايح البنت خايفة، لا سيما إن البنات دايما اللي بيتم التعدي عليهم أقل في مستواهم المالي والاجتماعي من الولد المجرم اللي بيرتكب الجريمة البشعة دي. كويس؟ تمام. فجابوا البنات بتوع أحمد بسام زكي إيه اللي حصل؟ سمعوا منهم اللي حصل معاهم، قالوا لهم طيب انتوا ليه ما بلغتوش بالكلام ده؟ فكل بنت تسكت تقول لها انا، ففهموهم قانونيات ان مصر القانون اللي فيها بيحمي. في ظل وجود بقى نائب عام عظيم يا دكتور شاهد، لا يوجد، يعني انا بامانه سعيد سعاده غير عاديه ان المرحله دي مصر بتواجه فيها مشكله احنا كلنا عارفينها وبنسكت، ان البنت المصريه غلبانه. والحمد لله ان معانا رئيس جمهوريه بيقدر ان هو يشجع البنت ان هي يبقى لها حقوق في وقت ما كانش كتير قوي. الست المصريه دي ليها حقوق. أيوة. يعني الست المصريه تتهان وتتك عرضها وتختص، كان من بعض، مش بقول ان دي الشريحه الغالبه، لا، دي نسبه قليله جدا من المجتمع، لكن النسبه دي مجموعه الولاد المدلعين اللي اهاليهم اغنياء اللي معاهم فلوس ومش متربيين. فدي مواجهتهم مره واحده، وهم مش كتير، المجتمع المصري في 110 مليون، 105 مليون منهم 104,999,000 يحترموا العادات والتقاليد اكتر من اي دوله تانية في العالم، وانا بقول الكلام ده ردا على بعض المجرمين
اللي بيحاول يقول ان المجتمع المصري فيه الجرائم دي منتشره، لا مش منتشره. الجرائم دي بيرتكبها قله قليله جدا مناسبه بالنسبه للدول العالم لا تتعدى واحد على مليون في المليون. انا عشت بره وحضرتك عشت بره وانا شفت كل المجتمعات، ده مجتمع مصري مجتمع امن تماما. المهم. جابوا البنات سالوهم، بنت قالت لها والله انا احنا بنتعرف على بعض من خلال المصيبه اللي اسمها السوشيال ميديا. ايوه. كويس؟ السوشيال ميديا. فالولد ده عزمني، بنت قالت كده، قالت الولد عزمني، وبعد ما عزمني قال لي تعالي انا في الكلاب بتاع احد الكومباوند كبيره. الكلاب ده الكومباوند ده فاضي جدا، يعني لسه لغايه النهارده ما اتشغلش فيه فيلات كتير. كويس؟ على البسين ده احنا عندنا حفله، تعالي على البسين. راحت البنت على البسين وهي قاعده بتتكلم معاه، قعد كذا مره يقول لهم انا جدتي، استعطفهم الاول، جدتي ماتت وابويا مش عارف ايه، استعطاف الولاد لبعض في السن الصغير، ودي بنات كلها اندر ايج تحت السن. ايوه. فاي حاجه اي حاجه في الدنيا بتكذبهم. كويس؟ في الحاجات دي بيتعاطفوا، وتعالي اقعدي معايا، ده احنا قاعدين في كلاب، الكلاب ده طبعا للعامه. أيوة. فالبنت هتخاف من ايه المسكينه؟ فالمهم عمل الحركه دي، وبعدين مره واحده البنت داخله التويلت، راح داخل عليها التويلت مقطع لها التيشيرت ومقطع لها هدومها وباسها بالعافيه وصورها وهو بيبوسها وقال لها، وعمل البنت يا عيني طبعا لان بطبيعه البنت المصريه ما بتعرفش تنطق، خايفه خايفه من الفضيحه كده. المهم ادي بنت منهم، ودي وقع البنت شهدت بيها في النيابه بعد المجلس القومي للمراه، كان ناقشها وتاكد من صحه كلامها، يعني بيجيبوا خبراء نفسيين وبيجيبوا خبراء في المراه بامانه، لان انا ما عرفتش الواقعه دي او واقعة فيرمون الا بعد لما المجلس القومي جاب الشهود وجاب الحقائق كامله وسمع الكل ده، بس عشان الاجهزه كمان تبقى عارفه اللي بيحصل، يبقوا عارفين عشان خاطر خدي بالك ان احنا بنواجه، ان انا بواجه في القضايا دي انا والنيابه العامه طبعا قبليه اللي هي دورها عظيم، بقول لحضرتك النيابه العامه بتبذل جهد غير عادي في القضايا دي، والنائب العام مولي هذا الموضوع، وانا بامانه سعيد سعاده غير عاديه بكده، مولي اهتمام غير عادي. ها بنواجه بقى مشاكل كثيره جدا، ان اللي بيجي يسمع اللي بيأثر على السماع مين؟ العيال الاغنياء رؤوس الاموال. ايوه فييجوا يقولوا اي كلام. كويس. لا ده المجلس القومي للمرأة بيحقق في الواقعه تماما، بيجيب خبراء نفسيين، بيجيب فيه مستشار عظيم قاعد، بيسمعوا الشهود كلهم، وبعدين سمعوا ادي اول ادي اول بنت، ثاني بنت، ثانيه، كل البنات دي طبعا اندر ايج، بنت ثانيه عندها 15 سنه برضو. قعد الاول تعالي الكلاب، انت 15 سنه ده انت عارفه كلاب وكومباوند معروف، ما تخافيش الكلاب ما فيهوش حد اصلا. على الفيسين هوب تعالي، هوب حاول يبصها بالعافيه. وبعدين ابتدى يبعت لهم رسائل برضه استعطاف، بعدين رسائل بقى جنسيه، واتسابات ثابته، رسائل جنسيه. حاول جت البنت قالت له لا مش هيجي لك تاني، انت بتعمل حاجات، بنت عندها 15 سنه ما تعرفش الكلام ده. ايوه. قال لها كده ما تجيليش، طب انا بقى مصورك وهقول لمين؟ لا لا لا, لا هطلعها وهعمل فضايح. بنت ثالثه اهلها اصحابه نفس الحركه برضه، واتسابات ومش عارف ايه، طب كده، طب انت مش هتجيلي، طب انا هقول لاختك. الكلام ده كله البنات جابته اثبتته امام المجلس القومي للمراه، المجلس القومي للمراه تقدم ببلاغ، والبنات راحوا سالوا في النيابه، واتقبض على المتهم بعد تحريات في احمد بسام زكي. طب ابرز العقوبات يا دكتور محمد، ابرز العقوبات الموجهه لاحمد بسام زكي في حاله ادانته؟ جنايه هتك العرض يا فندم، ودي معاقب عليها بالسجن المشدد. تمام. جناية تاسك العرض. جد بعد بقى بعد الواقعه دي يا فندم، وبعد الواقعه بتاعت لما جابوا بنات الفيرمونت، بنت الفيرمونت برضه وسالوها وجابوا الشهود وسالوهم، جم بقى من خلال كويس الفريق بتاعهم، وراحوا جايين مكلم مني وطلب مني المجلس القومي للمراه ان اتطوع للدفاع عن البنات دي وعن البنات الثانيه مجانا، رغم ان ده يعني قدامه طبعا التانيين بيحاولوا المستحيل ان انا كنت اخدهم، ما هو المحامين الكبار يعني معروفين ده. والقضايا دي ليه المجلس القومي للمراه بذل جهد ان هو يدور على حد يبقى محل ثقه ويبقى اسم كبير؟ أكيد. لان البنات محتاجه تاخد ثقه كويس ان هم الولاد اللي واصلين دول مش هيضروه، ان الكلام ده انا بقوله كمان عشان الدوله كلها تسمع دور المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة العظيمة اللي بتعمله،
وليه جابونا بعد كل ده في الواقعتين، بعد ما حصل كل ده وسالوا شهود المجلس القومي للمراه وسالوا كل الناس وعملوا كل حاجه، جابوني بقى في الاخر قالوا لو سمحت تعالى خش مدعي مدني مع البنات دي. قلت لهم تطوعا ومن غير ولا ألف شكر لحضرتك والله. أنا يعني أبو بنات، لا أنا أبو بنات يا فندم، أنا أبو بنات وأنا ابن هذا المجتمع اللي هو بقول فيه أهو بعدها 99% وتسعة من عشرة من المجتمع يرفض هذه الجرائم ومش طبائعنا، إحنا أنضف مجتمع في العالم. صحيح. لما يبقى عندنا قلة أهاليها سببوا في انحراف هذه القلة بدلعهم ليهم وعدم تربيتهم ليهم، فعلا لازم المجتمع ياخد اتجاه قوي كله ضد هذه القلة، ولازم كل مصر تعرف ان احنا لا ده ما يعنيش لما يبقى عندنا نسبة واحد من مليون وحش، احنا مش واحد او واحد من عشرة مليون وحش، احنا لا يضرنا ان الواحد من عشرة مليون دول ما يكونش موجودين في مجتمعنا اساسا. طيب دكتور حمودة، يعني احنا سمعنا انه كان في بعض المساومات للبنات، هل الكلام ده صح؟ يا فندم مساومات للبنات، يا فندم بص، مساومات للبنات ومساومات عاليه جدا في كل القضايا المنظوره دلوقتي. أيوة. وضغوط واتصال، يعني مش عايز احكي، ومحاولات من شرذمه منحرفه لن تترك باذن الله، لان مصر فيها نيابه وقضاء وفيها رئيس جمهوريه عظيم بيتصدى للمشكله دي بمنتهى الشجاعه وبيقف عشان المجتمع زي ما هو بيطور البلد في كل حاجة، عشان الكلاب اللي بيتكلموا من بره ويستغلوا أي حاجة، زي ما نظف لنا البلد، زي ما بنى لنا البلد، زي ما بيساعد البلد في كل حاجة، زي ما بيقف مع الغلابة، زي ما بيعمل كل مشروعاته دي، لم ينسى في ظل انشغالاته دي آداب المجتمع المصري اللي احنا اتربينا عليها، ووجوب رجوع المجتمع المصري، القلة القليلة اللي أهاليها فلوسهم مش معروف جاي منين أساسا. كويس، لأن لما تربي ولد فاحنا كل في ناس كتيرة معاها فلوس ومحترمين، لكن لما تربي ولاد فيهم هذه القدرة من الانحراف وهذه القدرة من الفساد، لازم المجتمع يتصدى لهم سواء في الجريمة دي أو في جريمة السيرمون أو في أي جريمة أخرى. وما ده ما يعنيش إن إحنا بنقول، ها خدي بقى لحضرتك في حاجة خطيرة جدا، أرجو بقى إن إحنا نوقف النظرة بتاعة أصل البنت دي بنت بتصاحب واحد يبقى البنت دي وحشة، يبقى إحنا ما هو دي مصيبة. صحيح، انك تتعدى على حريه انسان بالقوه، وان انسان بيعمل تصرف غلط، اللي بيعمل تصرف غلط ده شخصي، لو شخصي ربنا بيحاسبه، لو هيضر اللي حواليه بنحاسبه، لكن اللي بيتصرف تصرف غلط بهذه الصوره القاسيه سواء كان هتك عرض او اختطاف، حتى لو كان مع حد، الحد ده بيتصرف غلط في حياته الطبيعيه، إلا أن الجريمة الجنائية في هتك العرض والاختطاف هي جريمة الإكراه، والإكراه ده ما يحصلش أبدا في مجتمعنا اللي احنا اتربينا فيه، واللي مصر لغاية النهاردة بقولها وبعدها تسعى عشان الكلاب بتوع اللي قاعدين بره الإخوان المسلمين بيحاولوا ينقلوا مننا، احنا أنظف مجتمع في العالم، أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، 99.999 من 10,000 من هذا المجتمع لا يرتكب أي جريمة مثل هذه، أما الشرذمة اللي يجب ان المجتمع يتصدى ليها، وان انا بشكر ربنا ان انا عشت المرحله اللي ابقى مطمن ان النيابه العامه ورئيس الدوله والمجلس الجامعي العام المجلس القومي للمراه يتصدى لده فاطمن على بناتي لو مت، انا سعيد سعاده غير عاديه وراضي رضا غير عادي عن ان انا اكون لكل قضايا المثيله انا ممثل للغلابه الضحايا مجانا وتطوعا. واحنا واثقين انه البنات دول هياخدوا حقهم يا دكتور محمد، ويكفي ان حضرتك اللي ماسك هذه القضيه. اشكرك يا فندم، اشكرك، شكرا. ألف شكر دكتور محمد حمودة المحامي الكبير ومحامي فتيات هذه القضية. ويعني أحب أشكر برضو الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وسيادة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اللي احنا بصراحة شايفين انه هو بياخد كل القضايا على محمل الجد، مفيش حاجة بتعدي كده، واحنا نعرف انه هو بيرد حتى على موبايله الشخصي وبيستقبل اي مشكلة شخصية لأي حد، يعني أي حد يقدر إن هو يكلمه ويشتكي له، وفعلا بيتابع القضايا بنفسه، وزي ما أنتم شايفين إنه قضايا بتتفتح
كمان بعد سنوات، قضايا قديمة وبيتم فتحها بعد سنوات. ألف شكر للدكتور محمد حمودة، وإحنا منتظرين حق هذه الفتيات وأيضا فتيات أخرى في قضايا أخرى اللي الدكتور محمد حمودة ماسكها، وده هيكون يعني نقول مثال كبير لأي حد عاوز إن هو يتحرش بفتاة أو إن هو يهددها بالقول أو بالفعل عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصالات والتصوير والكلام ده كله. وياريت إن إحنا نفهم بناتنا إنه يعني في البداية بيتم الأول سحب هذه الفتاة وبعد كده بيتم تهديدها، علشان كل بنت تاخد بالها كويس قوي إنه ما تاخد يعني أي واحد بيكلمها أو أي واحد عاوز يستدرجها لأي شيء تبقى هي عندها الوعي الكافي إن هي ما يتمش استدراجها، وإذا حصل ما تتكسفش وما تخافش وتروح لأهلها وتقول أو تروح تبلغ في أي مكان. الدولة فيها قانون والوضع اتغير وكل المجتمع هيقف معاها مش هيقف ضدها أو هتبقى بالنسبة لها فضيحة. طيب